إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الحزن على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بجلطة في المخ، فوجئ الكثيرون بخبر إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة. نشر حساب مي ماهر عبر انستجرام منشور يعلن إصابتها بجلطة في الرئة ودخولها العناية مركزة، ودعوات لها بالشفاء جاء فيه ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جات لها جلطة في الرئة فجأة وهي دلوقتي في عناية مركزة، ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب. واليوتيوبر مي ماهر متخصصة في الأكلات والمطبخ ويتابعها أكثر من 240 ألف شخص، ويمتلك حسابها بالكثير عن وصفات الأطعمة بطرق مختلفة. كان مصطفى حفناوي قد أصيب بجلطة في المخ منذ 5 أيام بسبب تشخيص طبي خاطئ لحالته الصحية، مما أدى لدخوله في غيبوبة بإحدى المستشفيات. وطلب عدد من الفنانين الدعاء لحفناوي بعد انتشار أخبار دخوله في هذه الغيبوبة، ونشر عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مطالبين المتابعين بالدعاء له في هذه المحنة. هذا وقد صرح الشيخ خالد الجندي أن سبب رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي هو الحسد، ويبدو أن الحسد قد طال اليوتيوبر مي ماهر. دعاءنا لمي ماهر بالشفاء العاجل.